قبل ما نكمل كلامنا، عايزين برضو نرحب بشخصيه من الشخصيات المهمه جدا في النادي الاهلي، ومن الاسماء المحترمه جدا، ومن الاسماء اللي دايما مقترنه بالعمل الدؤوب وبالانجاز. سياده العميد محمد مرجان، كل سنه وحضرتك طيب، واهل بيتك وحبايبك كلهم طيبين، سعداء بوجودك معانا، اهلا بيك. محترم يا استاذ كريم، كل سنه وحضرتك طيب، ورمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها، ورمضان كريم عليكم، وطبعا نهاوند كل سنه طيبه، وطبعا يعني الفنان الكبير. اول ما قلنا سياده العميد محمد مرجان نجمنا الجميل بيومي فؤاد قال المحترم، بحبه جدا. الفنان الكبير حبيبي حبيبي يا سياده العميد، منور منور، ربنا يبارك فيك. فن والله منور كاعه الاهلي، ربنا يبارك فيك، اضافه في اي مكان، منوره باهلها يا فندم. اه والله انا بستمتع بحضرتك جدا 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 يعني. ربنا يخليك. طبعا الشيف محمد الداني برضه يعني مجموعه جميله ومحترمه، وسهره رمضانيه جميله ان شاء الله على قناه النادي الاهلي. وسعادتك طيب. احنا قايمين بالواجب سياده العميد، وبنطبخ له بايدينا كمان اهو. ولازم نمسك في استاذ بيومي، لانه لازم يبقى معانا في قناه الاهلي، لانه ان شاء الله عناية يا فندم. ويعني فعلا يعني من الناس اللي احنا عايزينها الفتره اللي جايه تبقى موجوده معانا عشان خاطر الوسط الرياضي. وانا بسمع كلامك جميل جدا جدا، وازاي يبقى في نبذ التعصب، وازاي يبقى احنا قناه الاهلي فعلا بتأدي رساله ودورها الحقيقي دايما. النادي الاهلي بيبقى سباق في كل شيء. ليه الشرف، تحت امرك يا فندم. اكيد حضرتك لو بتتابعنا من شويه اكيد خدت بالك من حجم الغضب اللي كان عند النجم بيومي فؤاد بعد ما قرينا الخبر اللي استجد. فيعني اهلاوي حتى النخاع ده وصف يليق جدا بالنجم بيومي فؤاد الحقيقه. لا دي حقيقه، وكان معانا في افتتاح السادي الاهلي، ويعني كان يوم عظيم. تعليق كان يوم عظيم. يعني جميل والله بوجودك، وانت بتشرفنا في كل مكان والله. ربنا يبارك فيك، شرف ليا يا فندم. الله يخلي حضرتك، نورتنا وشرفتنا، فرصه كويسه ان احنا نعيد على حضرتك، ونتمنى لك رمضان كريم يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ومحترمين، ومصر كلها طيبه ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. شكرا ليك سياده العميد. شكرا ليك.